سيداتي سادتي، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. كتب رسول الأمم الإناء المختار بولس إلى أهل تسالونيقي في شمال اليونان. أيها الإخوة، لا نريد أن تجهلوا ما يختص بالراقدين أي بالأموات، لئلا تحزنوا كغيركم من الذين لا رجاء لهم، لأننا إذ نؤمن أن يسوع مات ثم قام فنحن نؤمن أن الله سيقيم المؤمنين به معه أي مثله. سيداتي سادتي، لماذا نصلي عن أرواح الموتى؟ نصلي عن أرواح الموتى أولا لأن الله غير محدود، نحن البشر محدودون، أما الله فلا متناهي، إذ ممكن، إذ أن عنده الآن الحاضر دائما، هو الكائن كما ورد في سفر الخروج فصل 3 آية 14 وتابع. إذن بإمكاننا نحن أن نصلي من أجل أحفادنا الذين لم يولدوا بعد، وأن نصلي عن أرواح أجدادنا الذين توفوا منذ زمن بعيد. صلاتنا تنفعهم ولا يضيع كأس ماء بارد نعطيه وسط حر الصيف لأي من أحد هؤلاء الصغار محبة في السيد المسيح. لماذا نصلي عن أرواح الأموات؟ لأننا ونحن أحياء نصلي بعضنا من أجل بعض، كما طلب رسول الأمم بولس في رسالة الأولى إلى تيموثاوس الفصل الثاني الآيات الأولى وتابع، وبالذات الآية الأولى: أطلب قبل كل شيء أن ترفع الصلوات والابتهالات والتضرعات والتشكرات من أجل جميع الناس لكي نقضي حياة وادعة مطمئنة. رب قائل يقول لك: طيب نصلي بعضنا من أجل بعض ونحن أحياء، ولكن بعد الموت انتهى كل شيء. هذا الكلام مخالف للكتاب المقدس، بما أن السيد المسيح يقول إن الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليس إله أموات بل هو إله أحياء. وأيضا بما أن القديس بولس يقول لنا في رسالته إلى أهل روما، أعتقد الفصل الثامن: لا شيء يفصلنا، وإني أعتقد وإني على يقين أن لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح، لا موت ولا حياة، لا شيء يفصلنا عن محبتنا بعضنا لبعض، لا شيء يفصلنا عن محبة الزوج لزوجته والأب لابنه والابن لأبيه وهكذا. إذن كما يقول سفر الأنشاد، نشيد الأنشاد: المحبة قوية كالموت، ومحبة السيد المسيح قهرت الموت. إذن عندما يقال إنه بالموت ينتهي كل شيء، نحن كأننا بهائم، كأننا بعيدا منكم حيوانات، ينتهي عندها كل شيء بالموت. هذا مخالف للكتاب المقدس في عهدين القديم والجديد، خصوصا في سفر دانيال الفصل الثاني عشر آية 7 أعتقد، وأيضا طبعا كل العهد الجديد واضح في هذا الشأن. وهذا مخالف أيضا للعدالة الإلهية حسب كلا التي وضعت في قلوبنا نحن البشر التوق أي الشوق نحو الخلود، الرغبة في الخلود. ولا يمكن للطبيعة ولا يمكن للخالق ولا للطبيعة أن تضع في قلوبنا رغبة عميقة من غير أن تلبيها. في الإنجيل الطاهر إنجيل متى فصل 12 آية 32 يقول السيد له المجد: أن التجديف على روح القدس
أي نسب أعمال الله إلى الشيطان ونسب أعمال الشيطان إلى الله، لا يغفر لا في هذه الدنيا لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. إذن هنالك مغفرة للخطايا في العالم الآخر. الصلاة عن أرواح الأموات مقبولة مرضية، هذا ما نقرأه في سفر المكابيين الثاني فصل 12 آية 46، ولكن لسوء الحظ الجماعات البروتستانتية ترفض، مثل اليهود ترفض هذا السفر وسبعة أو ثمانية أسفار أخرى غيره. اليهود رفضوها في بين القرنين الأول والثاني بعد الميلاد السيدي المجيد، وإخوتنا البروتستانت رفضوها منذ سنة 1520 عن طريق أندرياس بودنشتاين الملقب بكارلشتادت في كتابه الذي ألفه في اللغة اللاتينية De Canone Sacrarum Scripturarum، أي في لائحة الكتب المقدسة. على كل حال هنالك من يقول أن الكنيسة الكاثوليكية هي التي اخترعت الصلاة عن أرواح الموتى، وهذا الكلام غلط لأننا نجد هذه الصلاة عند الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة، عند كنائس الأقباط الذين تم معهم الانشقاق سنة 449 ميلاد، السوريان والأرمن الذين تم معهم الانشقاق سنة 451 بمناسبة مجمع خلقدونيا. نجد الصلوات عن أرواح الموتى والقداديس والجنانيس في كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة، البيزنطيين الأرثوذكس، وأذكر هذه الصلاة المؤثرة مع القديسين: نيح أي أرح يا رب نفس عبدك أو أمتك، حيث لا بكاء ولا وجع ولا تنهد. إذا عدنا إلى تاريخ الكنيسة، لأن بعضهم يقول أن البابا غريغوريوس الكبير الذي كان حبرا أعظم رومانيا من سنة 590 إلى 604 هو الذي اخترع الصلاة عن أرواح الموتى، هذا الكلام غلط، لأنه البابا غريغوريوس الكبير نهاية القرن السادس بداية القرن السابع الميلاديين. القديسة مونيكا التي عاشت في القرن الرابع الميلادي، القرن الرابع عن سنة 300 وإشي، كانت تطلب من ابنها الكاهن أغسطينوس الأسقف العبقري النابغة العلامة العظيم أغسطينوس، كانت تطلب منه أن يذكر نفسها في صلوات القداس التي يرفعها إلى الله، في القداديس التي يرفعها إلى الله. هنا صعدنا إلى أنه القرن الرابع. في القرون الثلاثة الأولى، يعني الحديث سنة 200، في الدياميس الكاتاكومز الموجودة بكثرة في روما وهي كانت مقابر للمسيحيين، نجد فيها صلوات عن أرواح الأموات. في عندنا مؤلف منحول هو أعمال بولس وتكلا، يعود إلى القرن الميلادي الثاني، طبعا لا نقبله في عداد الكتب المقدسة لا نقبله، ولكن يشهد على ما؟ على ماذا يشهد؟ يشهد على الصلوات عن أرواح الموتى. سيداتي سادتي، نحن كبشر نرفض الموت، نحن كبشر لا نقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن يقطع الموت إلى غير رجعة أواصر الحياة والمحبة والحنان، ولذلك نصلي عن أرواح موتانا ونخاطبهم كما ورد في نشيد أورده القديس بولس: استيقظ أيها النائم وليضئ لك المسيح، استيقظ أيها النائم ولينر لك المسيح. آمين.